السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everybody, how are you? أهلا بكم في الحلقة الثامنة من حلقات التأسيس من قناة مستر هشام. إن شاء الله النهاردة الحلقة هتفيدنا كلنا، مش هتفيد ولادنا بس، هتفيدنا وتعلمنا إحنا بعض الحاجات المهمة داخل المدرسة، سواء للولد أو لولي الأمر. إحنا النهاردة إن شاء الله هنتعلم بعض من الverbs أو الأفعال، وبعض من الexpressions التعبيرات داخل المدرسة، سواء الأفعال أو التعبيرات اللي احنا بنمارسها أو بنستخدمها داخل المدرسة. تعالوا نبدأ النهاردة بإيه؟ بالverbs أو بالأفعال اللي هي verbs at school أو الأفعال داخل المدرسة. الأفعال اللي احنا هنستخدمها داخل المدرسة هو verb read، 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 يقرأ. طبعا أقول I read، أنا أقرأ. الverb الثاني write، write، write. وعايز أقولك إن verb write ال W silent، ما تقولهاش، يعني write، write، ال W من الحروف ال silent. عندنا كمان verb اسمه understand، 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 يفهم. verb explain، 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 يشرح. عندنا listen to، listen to، يستمع إلى. أقول I listen to my teacher، I listen to my teacher، أو speak to، I speak to my teacher، بتكلم مع مدرسي أو بستمع إلى مدرسي، speak to. عندنا كمان go into، go into، go into، معناها يدخل. عكسها go out، go out، go out، يخرج. stand up، stand up، يقف، يقف. عكسها sit down، sit down، يجلس. عندنا teach، 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 يعلم أو يدرس. learn، عكسها learn، learn، يتعلم. ask، ask، يسأل. عكسها answer، answer، يجيب. يبقى احنا كده دي اهم الافعال بترجمتها اللي موجودة فين او اللي احنا هنتعلمها في المدرسة. listen and repeat، اسمع بقى وكرر معايا تاني الكلمات. يلا read، read، write، write، stand، understand، understand. هنا ممكن نقسم الكلمة دي understand، understand، explain، explain، listen to، listen to، speak to، speak to، speak to، go into، go into، go into، go out، go out، stand up، stand up، stand up، sit down، sit down، sit down، teach، teach، learn، 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 ask، ask، answer، answer. دي كده كانت أهم الأفعال، مش كل الأفعال، الأفعال ملهاش حدود في الإنجليش، لكن دي أهم الأفعال اللي احنا ممكن نعملها أو نستخدمها داخل إيه الفصل. تعال بقى نتعرف على بعض من الاكسبريشنز او التعبيرات اللي بنسمعها او احنا بنقولها داخل الفصل او داخل المدرسة. اول حاجة دايما بيقولها لنا المستر اما يكون عاوزنا نجاوب go to board، go to board، go to board، اللي هي معناها ايه؟ اذهب الى السبورة او اطلع على السبورة، سواء هتكتب او هتعمل حاجة فيقول لك ايه؟ go to board، go to board. فبما اننا احنا خدنا كلمة go to معناها يذهب الى،
هنقول go to the toilet. go to the toilet معناها يذهب إلى الحمام، يعني يروح الحمام. هنا أنت ممكن تستخدم دي وتقول may I go to the toilet please. may I go to the toilet please معناها ممكن أروح الحمام لو سمحت. may I go to the toilet please. التعبير الثالث close your book. close your book طبعا ده هيتقال لنا لما نكون ايه خلصنا شرح في الفصل، فالمستر يقول لنا ايه close your book، اقفل مين؟ اقفل الكتاب. خد بالك ان كلمة close معنى عكسها open your book. open your book open your book معناها افتح كتابك. التعبير اللي بعد كده pack your things. كلمة pack your things انت دايما هتقولها يعني may I pack my things please معناها ممكن ألملم أو ألم حاجاتي، أو المستر ممكن يقول لك في نهاية الحصة pack your things please، لم حاجاتك في الشنطة pack your things please. طبعا دي بتتقال دايما في نهاية الحصة. التعبير اللي بعد كده write this down. طبعا بنسمعها كتير بالعربي write this down اللي هي معناها انقل الدرس، اكتب الدرس. او الاطفال الصغيرين دايما المستر او المستر يقول لهم ايه انزل بالكلمات، هي دي write this down write this down. تعالوا نكمل join to class. join to class اللي هي معناها انضم الى ايه الى الفصل، يعني خش في خش الفصل. join to class. اللي بعديها join to the line. join to the line join to the line اللي هي معناها اعمل ايه ادخل في الصف، خش في الصف. دي هنقولها طبعا في البريك او الصبح واحنا في الطابور بتاع المدرسه. join to the line join to the line ادخل في الصف. اللي بعديها answer the question. answer the question answer the question معناها جاوب على ايه على السؤال، يعني اجب على السؤال ده. answer this question answer this question جاوب على السؤال ده. او pay attention طبعا دي هتتقال دايما للولاد الاشقياء او للفصل كله لما يكون بيتكلم. المستر بيقول دايما ايه pay attention انتبه، او هيقول حاجة مهمة لما يجي يشرح ونستخدم حاجة مهمة يقوم يقول للولاد ايه pay attention please pay attention please repeat again repeat again. هنقول دي اما نكون احنا مستمعين اجابتك وانت بتجاوب، فاقول لك repeat again كرر تاني قول تاني اللي هي معناها كرر مرة اخرى. وفي speak louder ممكن اقول لك دي كمان speak louder معناها علي صوتك ارفع صوتك speak louder. او اقول لك اخر حاجة once more مرة كمان once more. وكلمة once هنقولها لما نيجي ندي لك homework، فنقول لك once يعني او one time مرة واحدة خلاص. دي بعض من الاكسبريشن مش كلها بعض من الاكسبريشنز اللي موجودة فين او احنا بنسمعها داخل الفصل او داخل المدرسة. اقدر دلوقتي اقول لك جود باي وان شاء الله انتظرني في الفيديو اللي جاي، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وشير الفيديو عشان يوصلك كل جديد. جود باي.